كما أكد الرئيس السيسي أن مصر لم ولن تنسى أبنائها الشهداء، مذكرا باستشهاد الفريق عبد المنعم رياض قبل 50 عاما. وتعهد الرئيس السيسي بتخصيص يوم للاحتفال في سيناء بيوم الشهيد، مشيرا أن مصر تعيش بفضل تضحياتهم. أنا عايز أقول لك بقى، مش بس الجيش اللي ما بينساش، لا، كل المصريين. وبيبقى اليوم ده احنا بنتكلم فيه النهارده على استشهاد الفريق عبد المنعم من حوالي يعني اكتر من 50 سنة. ما نسيناهوش ومش هننساه، ومش هننسى كل شهيد، كل شهيد وكل مصاب حتى قدم حته من جسمه لاجل البلد دي تبقى بلد في امان وسلام. وانا عايز اقول، واحنا بنقول الكلام ده من كذا سنه، كان يقول لك هو معقول؟ هو احنا هنقدر نقضي على الارهاب ده؟ احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ابنائكم وابناء اسر كتير اخرى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تحقق الحلم ده بفضل الارواح دي وبفضلكم انتوا كاسر مصريه طيبه وبسيطه ربت ولادها وقدمتهم. التمن واللي ما ننساهوش حقيقي هو ان احنا نخلي بالنا من البلد ديت ان شاء الله، وان الكلام ده ما يتكررش فينا تاني يا رب. والخراب اللي كان ممكن مصر تشوفه خلال ال10 سنين اللي فاتوا ما يتكررش تاني. بمين؟ مش بقى بالجيش والشرطه، بكل المصريين قبل كل شيء، وفوق ده كله ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا.